طبعا هذا الفحص تبع الدي ان اي مو سهل بس مو مستحيل، وهذا الفحص اسمه العلمي فحص الأبوة، بس المشكلة فيه انه ما بينعمل غير بمدينة جايبور او مومباي. وفي شغلة تانية، بدنا عينة لآبي من الدم او الشعر او الجلد، فيك تأمنيون؟ متأكد دكتور؟ طبعا الطب بيخدم بهيك شغلات كتير وبيعطيك أجوبة لكل هالقصص. طيب إذا هيك معناتها أنا رح أجيب لك العينة من ابن عمتي. خير ست سالوني؟ شو ليش ما نمتي؟ لسه ما نعست. شبك؟ كأنك متوترة، شو صاير لك؟ لأني تعبانة شوي. يلا انتي روحي نامي. ايه لك أنا عن جد غبية ما؟ يعني ليش لا تجي وحدة مثلك وتحكي مشاكلها لمرة فقيرة مثلي؟ يعني أنا قد ما طلعت ونزلت بالأخير ما رح كون إلا. لا تحكي هيك، أنا ما عملتك على هالأساس وانتي ساعدتيني، صح هالحكي؟ لك لسه متذكرة هيك شي؟ أنا ما عملت لك غير الشي لازم ستي. اسمعيني لقلك، أنا مو ذكية وما بفهم كل شي وما بكذب عليكي، بس في لقلي قلب صغير هو اللي بيمشي دماغي وبيخليني أحكم على كل شي هون. وصدقيني إنه هالقلب ارتاح لك من وقت ما شفتك أول مرة وحبيتك كتير. لهيك إذا حبيتي تحكي أي شي عم يزعجك أو تحكي لي عن مشاكلك فأنا مستعدة أسمع لك وجاهزة للمساعدة بأي شي. طيب أنا فيني أطلب شغلة واحدة منك؟ معقول؟ لك شو صار لنا ساعة عم نقول اطلبي شو ما بدك؟ قربي